الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم كشف المرأة لوجهها؟ وهل وجوب تغطية الوجه اقتصر على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ثم اندثر الحكم بوجوبه بعد ذلك؟ الحمد لله. أولا، الوصية لنفسي ولإخواني أن مثل هذه المسائل الدقيقة التي يتعلق بها صلاح المجتمع أو فساده لا يجوز أن نفتح آذان قلوبنا وأسماع رؤوسنا لمن هو غير راسخ فيها من أنصاف المثقفين، ممن يوصفون بأنهم من طلبة العلم وليسوا من طلبة العلم في الحقيقة. فلا يجوز لنا أيها الإخوان أن نفتح الأسماع لمثل هذه الأصوات النشاز التي لم يزكها العلماء في فتيا بان خللها واتضح للأمة ضررها ومخالفتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها وحرمة كشفه، فلا يجوز للإنسان فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في محضر الرجال الأجانب مطلقا، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فإن قلت: أوليس في المسألة خلاف؟ فأقول: نعم، فيها خلاف، ولكن حتى مع ورود الخلاف فالله عز وجل أمرنا برد الأمور المتنازع فيها للكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يجوز أن نعتقد أنه عند وجود الخلاف أن نختار من الأقوال ما نشاء مما يتوافق مع أهوائنا وشهواتنا، هذا أمر لا يجوز، بل الواجب علينا أن نختار أقرب القولين للحق المتفق مع الكتاب والسنة. فإن من الناس من إذا كانت المسألة فيها خلاف اختار من الأقوال ما شاء، فإذا أنكرنا عليه قال: المسألة خلافية، وكأنه يستسهل بها مع وضوح الأدلة في ترجيح أحد القولين، فهذا لا تبرأ ذمة صاحبه مطلقا، وليس بعذر له عند الله إذا كان القول الذي اعتمده هو القول المرجوح المخالف للأدلة بأن المسألة فيها خلاف، فهذا ليس بحجة على الله ولا بعذر للعبد وليس طريقا لإبراء ذمته. بل الواجب علينا عند وجود الخلاف بين العلماء أن ننظر إلى أقرب القولين للحق، وبعد النظر في أدلة الكتاب والسنة وجدنا أن أقرب القولين للحق المتفق مع الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة هو وجوب ستر المرأة لوجهها. ولا بد من التنبيه كذلك على أن من أجاز كشف الوجه من أهل العلم إنما ضبطه بضوابط وشرطه بشروط، وهو ألا يكون ثمة فتنة، وألا تكون المرأة قد وضعت على وجهها شيئا من المساحيق أو الزينة من المكياج وغيره. والذي نراه ممن يستدل بأقوال هؤلاء العلماء الذين أجازوا كشف الوجه لا نجده يعمل بالشروط التي نصوا عليها، فتجد المرأة في وسائل الإعلام بادية مبدية وجهها وعليها كامل الزينة وكأنها ستزف لعريسها، ثم تقول بعد ذلك: المسألة خلافية وبعض العلماء قد أجاز كشف الوجه، فالناس أخذوا الجواز وتركوا الشروط. فالزمان عندنا زمان فتنة، فإننا نرى كثيرا من الأفعال الشيطانية ممن لا يخافون الله عز وجل من متابعة الأعراض وتتبع العورات ومن المعاكسات والغزل في الأسواق والمنتديات والحدائق العامة والشوارع. فالزمان زمان فتنة، وقد أجمع العلماء أن الزمان إذا كان زمان فتنة
أو كانت المرأة شابة يخشى من كشف وجهها وجود الفتنة منها أو بها أو عليها، أن الواجب عليها أن تستر وجهها. وكذلك أجمعوا فيما أعلم من كلامهم أنه لا يجوز للمرأة حال كشف وجهها عند من قال بجوازه أن تضع شيئا من الزينة عليه، ولكن الناس تساهلوا في مثل هذا الأمر، ولذلك المجتمع مربوط صلاحه بستر المرأة، فلا يزال المجتمع آمنا على عرضه ما دام وجه المرأة مستورا. والذي يحاول أعداء الله ويجلبون على المجتمع بخيلهم ورجلهم أن يبعدوه عن وجه المرأة، فمتى ما خلعت المرأة جلباب حيائها وكشفت سترها وبان وجهها فإن الفتنة حينئذ سوف تقع. ومن قال بأن هذا تشكيك في المجتمع فهو أحد رجلين: إما رجل جاهل لا يدري عن حقيقة المجتمع وحقيقة الواقع الذي يدور حوله، وإما رجل سوء لا يريد بالأمة خيرا بل يريدها أن تقع فيما وقعت فيه الأمم من حولها في براثن الفاحشة والزنا وانتشار اللقطة واختلاط الحابل بالنابل وانتهاك الأعراض. فالذي أدين الله عز وجل به وأشهد الله عليه أن وجه المرأة يجب ستره في محضر الأجانب ولا يجوز كشفه. ولي رسالة في هذا لعل السائل يراجعها، في ذكرت فيها الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب ستر وجه المرأة، وأجبت فيها بما فتحه الله عز وجل عن تلك الأدلة المحتملة المتشابهة التي يفزع إليها من قال بوجوب ستر وجهها. فالله الله أيها المجتمع الكريم بالمحافظة على حجاب المرأة، فإننا لا نزال في خير ومنع بإذن الله ما دام وجهها مستورا في محضر الرجال الأجانب. وإن أعداء الله يجلبون بخيلهم ورجلهم على ثلاث نقاط في المجتمع: على نقطة الدين، وعلى نقطة المناهج، وعلى نقطة المرأة. فمتى ما هدموا هذه الأسوار استطاعوا أن يستبيحوا عرض المجتمع ودين المجتمع وقيم المجتمع وأخلاق المجتمع. ووصيتي لولاة الأمر في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين أن يتقوا الله في نساء المسلمين وفي أعراضهم، فيمنعوا جميع من يفتي بجواز كشف وجه المرأة في هذا الزمان الذي هو زمان فتنة، فإنهم من دعاة الفتنة، حتى وإن تعذروا بوجود خلاف في المسألة فإن الخلاف إنما يحتمل في الزمان الصالح. وأما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الفساق وضعف فيه وازع الدين فلا يحتمل وجود هذا الخلاف فيه. وكذلك يجب على الآباء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وعلى الأزواج أن يتقوا الله في أزواجهم، فيمنعونهم من كشف وجوههن في الميادين العامة وفي محضر الرجال الأجانب. فهذه أمانة قد ربطها الله في أعناقهم، عليهم أن يحافظوا على مولياتهم من النساء، وأن يتقوا الله عز وجل في أعراضهم، وأن يحموا أعراضهم من تبذل السقطاء وتتبع عورات السفهاء. فالأمانة عظيمة والحمالة ثقيلة، لكن إذا قام المجتمع بأسره حاكما ومحكومين ورعاة وشعوبا ووقفوا في وجه هذا السيل الهادر على عرض المجتمع فإن الله عز وجل سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فليتق الله هؤلاء المتصفون بأوصاف طلبة العلم وهم ليسوا منهم، فليتقوا الله في تلك الفتاوى التي يصدرونها من هنا وهناك مبنية على بعض الأدلة المتشابهة المحتملة في أمر يرجع ضرره ويتطاير شرره على المجتمع بأسره ليحرقه ويحرق دينه ويتلف عرضه. فلنتق الله في مجتمعنا ولنكن حماة له، ولا نسمح بثغرة واحدة يلج منها عدونا علينا، فلا نكون سعاة
لأعدائنا ورسلا لهم في هدم مجتمعنا بأيدينا. فاللهم اشهد أنني ممن يقول بوجوب ستر وجه المرأة، اللهم اشهد إنني ممن يقول بوجوب ستر وجه المرأة، ولا أجيز كشف وجهها في محضر الرجال الأجانب إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة كالتداوي أو غيره مما يتحقق فيه مسمى الضرورة أو الحاجة الملحة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، والله أعلم.